السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فترة والأردن بيتعرض لحالة من التآمر لزعزعة استقراره، وده طبعا راجع لوجود جماعة زي جماعة الإخوان هناك بشكل كبير، وأيضا راجع لسبب وجود عدد كبير من عملاء إيران الحمسوية وخلافهم. ففي حلقتنا دي إن شاء الله هنتكلم عن أسرار العمليات الإيرانية في الأردن، لكن فضلا من حضراتكم ما ننساش دعم القناة ولايك وشير للفيديو، لان ده يا اخوانا بيساعد في اقتراحه من اليوتيوب بشكل اوسع. ولو حضرتك لسه مش مشترك معانا في القناة اتمنى تشرفنا بالاشتراك وتفعيل علامة الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا نبدأ الحلقة بسم الله. مش عارف ابدأ منين وازاي بصراحة، الوضع بقى غاية في السوء، ومفيش يوم بيعدي الا وبيكون عندي يقين عن اليوم اللي قبليه ان ايران والاخوان وتوابعهم كلهم بيلعبوا لصالح اعادة تقسيم المنطقة العربية على الاستعمار الجديد، خاصة في ظل اشعال مستمر ومتوالي لجبهة غزة واستغلال القضية الفلسطينية من اجل تحقيق الاهداف والغايات دي. وبالطبع مصر والأردن إضافة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الدول دي على رأس الدول المستهدفة من هذا التحالف الشيطاني المستمر، واللي للأسف الشديد بنشوف ناس مش عارف عندهم عقل إزاي ومش واخدين بالهم من المؤامرات الخبيثة دي، رغم إن حتى المراكز الغربية الموثوق فيها دايما في خلال تقاريرها بترصد تحركات هذا التحالف ومخاطره على المنطقة، ومنها تقرير رصده مؤخرا أحد المراكز الأمريكية وهو معهد واشنطن للسياسات. تعال بس كده نشوف خلال الشهور اللي فاتت إيه اللي حصل من التحالف الشيطاني ده قبل ما نعرف تقرير المعهد فيه إيه. لو رجعنا لشهر اكتوبر اللي فات وتحديدا يوم السابع من اكتوبر 2023، وبالمناسبة اختيار اليوم ده برضه ما كانش عشوائي كده من قبل التحالف الخبيث ده ايران والاخوان. وقبل ما تتهمني بخيانة القضية الفلسطينية والهبل المعلب بتاعكو ده، انا عايز اقولك ان مفيش واحد عربي ولا مسلم ممكن ابدا يتهاون في القضية الفلسطينية ولا في حقوق اخواننا الفلسطينيين ولا حتمية تحرير المسجد الاقصى، لكن فيه خبراء كتير جدا ليهم وضعهم وقيمتهم دلوقتي بيتكلموا عن التوقيت، وبيقولوا ان التوقيت ده كان من ضمن اهدافه انه يعمل حالة كده تفضل مرتبطة في الذاكرة علشان تاخد اللقطة من ذكرى حرب اكتوبر 73، زي بالضبط فكرة اختيار 25 يناير في مصر علشان تاخد اللقطة من ذكرى عيد الشرطة، والناس تنسى ايه اللي عمله جهاز الشرطة في الاسماعيلية ضد اسرائيل. شايف الخباثة وصلت لفين؟ تعال بقى نشوف ايه اللي حصل بعد بداية العدوان الاسرائيلي على اهل غزة بعد 7 اكتوبر اللي فات. لو حضرتك تفتكر حاجة مهمة جدا سجلتها القيادة المصرية والاردنية والفلسطينية من اول لحظة تحسبا وادراكا منهم لتبعات عملية طوفان الاقصى، لما كان فيه اجتماع مرتقب بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الاردني الملك عبد الله ابن الحسين والرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن والرئيس الامريكي جو بايدن في القمة الرباعية اللي كان مقرر ليها الانعقاد في الاردن، بعد ما ركب الرئيس الامريكي طيارة الرئاسة متجها للاردن لحضور القمة الرباعية دي، طلع بيان برفض استقباله والغاء القمة بسبب العدوان الاسرائيلي على المدنيين، خاصة استهداف المستشفى المعمداني في غزة. وقبلها اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي انه بيرفض التوجهات الاسرائيلية الخبيثة بتهجير اهل غزة الى كل من سيناء والاردن، واعتبر الرئيس السيسي ان الموضوع ده قضية امن قومي وخط احمر جديد بالنسبة لمصر. ورغم مواقف كل من الاردن ومصر من العدوان وكل جهود الدولتين الجبارة من اجل وقف الحرب، الا ان الدولتين برضه ما سلموش من الانتقادات ومن التحريض المستمر ضدهم من قبل جماعة الاخوان المنتشرة في العالم، لدرجة ان وصل الحال لمحاولة اثارة الفوضى في الاردن وتصعيد المظاهرات والاحتجاجات في الشوارع الاردنية بحجة دعم القضية الفلسطينية، وشفنا ده كله. بعد كده تحول الامر لهجوم ممنهج على مؤسسات الدولة بهدف اسقاطها. اما بقى عن مصر فحدث ولا حرج،
وممكن بس كده حضرتك تاخد لك جولة سريعة على مواقع التواصل الاجتماعي، هتلاقي ان اسم مصر كده منور في الترندات على مدار الساعة، وجنبه كل انواع الشتايم والسباب ضد البلد قيادة وشعبا من قبل جماعة الاخوان واعوانها واعلامها وذبابها الالكتروني. طيب فين بقى ايران من الحكاية دي؟ طبعا الهجوم على مصر والاردن والسعودية والامارات عرض مستمر، وكأنهم هم اللي بيقتلوا الفلسطينيين لأن إعلام الإخوان عايز ده. لكن خلال الرحلة من شهر أكتوبر اللي فات إلى الآن ظهر اسم إيران في عدة مناسبات مفصلية خلال حرب غزة، أولها تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحرس الثوري الإيراني لما اعترف بأن عملية طوفان الأقصى كانت ضمن عملية الثأر لمقتل الهالك قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع ليه في العراق قبل العملية بثلاث سنوات في هجوم بطيارة مسيرة أمريكية. ثم تلا ذلك معارك على الهامش كده بين كل من إيران وإسرائيل، وكأن إسرائيل عندها يقين أن الحرب أصلا مع إيران، وأن أهل غزة والمدنيين دول مجرد دروع بشرية لكل من حماس وإيران. بعد القصف الإسرائيلي للسفارة الإيرانية في سوريا، إيران كالعادة حبت تعمل لقطة حمشنة كده وجدعنة قدام العالم. فتعمل ايه؟ راحت عاملة تمثيلية للرد على اسرائيل باستخدام المسيرات والصواريخ المسجلة بعلم الوصول، واللي اعلنت عن انطلاقها من عدة جبهات، وكان فيه جزء منها بيمر عبر الاراضي الاردنية. فدخلت الاردن كاي دولة طبعا ذات سيادة بيتم اختراق اراضيها بالصواريخ والمسيرات دون التنسيق معاها، وتصدت الاردن لبعض هذه الصواريخ والمسيرات اللي تبين ان كلها كانت بدون رؤوس حربية، يعني صواريخ كده وكده يعني اونطة. فبدأ الهجوم على الاردن واتهمها انها بتدافع عن الاحتلال علشان يهيجوا الشعب الاردني ضد النظام هناك، ومن ثم تسليم الاردن لحلفاء ايران من الاخوان بعد اسقاطها. وانا مش عارف والله يا اخوانا الناس دي عايزين ايه بصراحة. النهاردة بقى معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى طلع تقرير بيقول ان وكلاء طهران شغالين على ودنه لزعزعة استقرار الاردن عن طريق التحريض على الاحتجاجات وتهريب المخدرات والاسلحة وتصعيد التهديدات المسلحة للاردن عن طريق ميليشيات ايران في العراق، اضافة لدعم ومساعدة الاخوان في الاردن بكل الطرق. طيب انت لما تشوف خبر زي ده المفروض حضرتك تعمل ايه؟ تفضل برضه مؤيد لهؤلاء الروافض وتقول ان ايران بتدعم القضية الفلسطينية وبتدعم المقاومة ومعرفش ايه من الكلام الخايب التافه ده زي ما الاخوان بيروجوا؟ تآمر واضح اهو، مفيش فيه ادنى شك، ومع ذلك تلاقي صبيان وغلمان الاخوانجية واعلامهم الخبيث طالعين شغالين تلميع في ايران بمناسبة وبغير مناسبة. الكلام هنا يا اخواننا لاخواننا الوطنيين المحبين لاستقرار بلادنا، اوعوا الناس دي تصرفكم عن وقوفكم مع بلادكم خلف ولاة اموركم، لاننا والله العظيم في حرب حقيقية بيستخدم فيها الاعداء ضدنا كل ما هو متاح وما هو غير متاح. المهم عند الناس دي هي اسقاط بلادنا بزعم الثورات والمظاهرات والتجديد، وشفنا كلنا كل البلاد اللي قامت فيها الثورات حالها ازاي بعد الثورات عن قبل الثورات. بلد زي سوريا، انا اسألك بالله العلي العظيم، هل حضرتك عندك امل ان سوريا ممكن ترجع نص ما كانت قبل هذه الثورة المشؤومة؟ بغض النظر بقى عن انك مختلف مع بشار الاسد او بتدعم بشار الاسد او ان بشار الاسد معرفش خاين او معرفش ايه، لا انا بتكلم في واقع، علشان ما لقيش دلوقتي واحد جاهل طالع يتكلم ويطعن في النيات ويقول لي انت بتؤيد بشار لا انت مع الصهاينة. سيبك من الكلام الاصلع ده كله، ده كله كلام احنا عارفينه وبنعرف نرد عليه كويس قوي. حضرتك شفت بلد حصلت فيها ثورة كان حالها بعد الثورة افضل او زي او نص ما كانت عليه قبل الثورة؟ شوية عقل يا اخوانا، شوية تفكير بهدوء وبمنطق، اقفوا مع بلادكم، اقفوا خلف ولاة اموركم. المرحلة اللي جاية ربما تكون اصعب من المرحلة اللي فاتت، لكن لو تكتفنا والله لن يستطيع العدو اختراقنا ابدا.
أسأل الله أن يحفظ بلادنا كلها من كل شر، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.